ينطح الرجال الا الدسم. ليش على سارة؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يطيح ندخل والعشاء كان قدوال وعقب انت عقب عين ناخذ حق البلبع شبر غسل ترى وينش؟ نجرب بس ها تورنا وين هذا؟ اصبر لا تشتي عليك يلا 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 والكهاوي اختيار ذواق في البن. شكبي احنا حطيناه بعدين عشان ما يشوفونه. بالله ما نقدر العمر في قومة. شيء تكمل. لا. ليه؟ كل شوي موية. ممتاز فرش شوي. عشان نشوف الصاج جايكم محتمي مرة. بسم الله. مضبوط نغلى مضبوط عن طريق غلط ما يدري. بارك الله السلام سلام. ما بغت شيء دي على هذا اول الوجبه ما الحافظ ابنه افضل شيء تنظيف الصاج اللي في الحديد طبعا تخليه ساخن اللي معنا في افريقيا الشامل يقول ما ينطح الرجال الا الدسم ليش على سارة نوادر العسل اسم على مسمى ما شاء الله تبارك الله ومنزلي لكم احلى العروض في المتجر نفع الخرقي ايوه يا سلام وهذا صدر الكلب زي الذهب من مناحلهم الخاصه ما يشترون اي عسل من برا سلام نعبي جربتنا
دي مايتها احلى مويه يا شباب. اربع بشود عشان راس لضباط ارسل ارسل يا رعشاب قل ما تستقبل من ورا اليوم الشغل حاشي هالجلسه الحلوه حاشي وهذا الشاب بس الفلفل بس تحتاج البهارات على الليمون مع العاب الله يا ابو نائل قال ما دارسين يقول واحد يقول رفيد يجي اليوم قبل يوم قبل الله حطينا شوي هيل وشوي مسمار وشوي فلفل تشكيلات بسيطة بس تطعيمة البهارات العذبة عشان اللحم الطازة اللي عرف كيف ما يبغى له أي بهارات غير يا سلام الحين ما شاء الله وقفة سواق صب الماء عطها ما زال العشرة يا حبيبي شو خير يدرسها شو سوى ولا تحت شوف على طول رايبة شوف الماء انا دري مأمون عليهم ولا دري شابين عليهم العزبه عندك فيها طاسه جبها الطاسه اليوم وينها عندك يلا وانا عندي احتياط وي والله صدق ابي يطيح ندخل والعشاق قبل جوال زين وعقب انت عنقب عيق لي الربع ترى ما شاء الله ما شاء الله والله لا بس تونه ايه نشوحها بالطاوة رايك بزاهد مضبوط كذا ولا رجع تجد حمر اللم بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نخرج الفلفل عشان يشرب ابغى نعصر الفلفل عصر ايوه انا اتحمر هنا على راحتك يا ويلي ويلي يا الله الله يقويك بيض وجهك يا اخي تحرجنا كبرنا وتطبخ تشتغل انا نحبي لكم يعني المفروض انك جالس على عرشي لا احنا نصبر لكم زي اللي العرش يبي لها تذهيب وديكور دمر دمر يعطيك العافية يا ابو نايف العافيه بيض وجهك عينك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما للعافيه يا سلام ابو دين الله الله اصبر شوف يا سلام قطنا لا ما شاء الله طب شوف هنا بص حضرتك يا سلام هذا الحكاك خليني اشارك فيه حياك الله لا هذا مفروض هذا جيب لحم
وقراره وبعد وش يسمونه المصريين دي واخوانا المصريين يسمونها يسمونها القعريه القعريه بنوره سامي انت شو تسميها ان شاء الله وش عندك ونايف ناخذ حق البلبل عشان بنشرب زايد ترى وش انت صامل هذا غسل بهلبل حط فيها جره لا بناخذ ذاك اللي يبث اسرع للترويج ونقعد شلون ترش عمرك لازم احد يرشك يا خبر لا انا اللي برشك انت يا والله اي بس لازم ما اصبر والله ما في دقيقه خلاص مسكر خلاص يلا مشان نجرب نبي نجرب في ذي بس هات ورن ورن هات اصبر لا تشعل عليك جاهز جاهز جا امسك حطه انا اشبكه هو يبي تشعل انا عارف حركاته بس هي ظني الا غرقه في الخيمه ها خلى عندي ابو حسام ها خلاص اصبر خلينا نشوف يلا بعدين يلا هاي لا يقضونه انت لا يقضونه باقي ها اصبر خلاص وهذا حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا وبإذن الله تجدون ما يسركم ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد تضعوا اللايك وبدعمكم نستمر.